السلام عليكم. اليوم محاضرتنا إن شاء الله خفيفة لطيفة، رح ننهي فيها الفصل الأول، الفصل النهايات والاتصال. وكان المحاضرة الماضية إحنا حكينا أو بدأنا نحكي عن الاتصال، وحكينا للتذكير إنه أي اقتران يكون متصل عندنا نقطة معينة A، إذا كانت صورة الA يعني هذا الشرط يعني إنه A تنتمي للدومين للاقتران F تساوي النهاية لهذا الاقتران F الX عندما X تؤول إلى الA. وحكينا هذا الشرط يتضمن إنه النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار، واضح؟ الآن محاضرتنا اليوم فقط رح نحكي عن الاتصال بالنسبة للاقترانات المثلثية بشكل خاص. الآن خلونا نحكي عن بعض العلاقات الخاصة بالاقترانات المثلثية. طبعا عندما نحسب النهاية للاقتران المثلثي دائما نستخدم التعويض المباشر زي ما احنا شايفين هون، يعني ساين الاكس يساوي سي مباشرة، وهون يكون الشرط عندنا انه سي ينتمي لدومين هذا الاقتران المثلثي. فاذا كانت المقدار اللي احنا ندرس عنده النهاية ينتمي الى الدومين فبالتعويض المباشر نحله. اضفنا الى هذا ثلاث حالات خاصة او بالاحرى هما حالتين خاصات بالنسبة للاقتران لما يظهر معي حالة صفر لصفر، زي هيك ساين الاكس على اكس، اذا عوضنا الصفر فرح يكون عندي صفر على صفر، ايضا هون لما نعوض راح يكون صفر على صفر، وهون تان صفر على صفر. في هاي الحالة بس كل اللي علينا انه نحفظ، او خلينا نحكي نحفظ هاي الثلاث حالات، انتم مش مطالبين بطريقة الحساب تبعيتها، احنا فقط نحسبهن كقاعدة. يعني اذا كان عندي النهاية للاقتران ساين الزاوية على نفس مقدار الزاوية، وصادف انه ناتج هذا التعويض اللي هون اعطاني ساين الصفر على صفر، فهذا دائما يساوي الواحد. ونفس الكلام بالنسبة للتان لانه تابع للساين، صح؟ لانه اساسه في الساين. وهون نفس الشيء، اذا كان عندي الزاوية صفر او ما يصفر الزاوية على صفر، نفس الشيء راح يكون صفر. بشكل عام انا بدي اعمم هذه العلاقة واحكي انه الليمت لما اكس تؤول الى صفر لا ساين اي الاكس على بي للاكس راح تساوي اي على بي، ونفس الشيء الليمت لاكس تؤول الى صفر تان A للX على B للX تساوي A على B. طبعا هاي برهانها جدا سهل، برهانها لو كان انا راح اخذ حالة الساين وانتو نفس الشيء بالنسبة لحالة التان. لما يكون انا عندي ساين AX على B للX وتكون الـ A والـ B أعداد حقيقية وبدي الـ X تؤول إلى الصفر، طيب؟ حسب النظرية اللي عندي أنا بدي يكون ما داخل الساين الزاوية تبعت الساين هو نفس المقدار اللي في المقام، طيب؟ فإذا X تؤول إلى الصفر راح أطلع الـ B عامل مشترك، فيصفي عندي ساين A للـ X على X. الآن مشان أضمن إنه نفس المقدار فوق وتحت AX AX راح أضرب في A البسط والمقام، وهي عملية ضرب عادية ما راح يأثر، فتصير عندي هيك إيش AX وساين AX. الآن من نظريات اللي أخذناهم المحاضرات الماضية إنه بالنسبة للنهاية أي مقدار ثابت يعني هاي ضرب ب A وقسم على B نقدر نطلعه برا، فرح يصير A على ال B للليمت sin A للX على A للX عندما X تؤول إلى صفر.
فهذا المقدار كم يساوي؟ أنا عندي بالنظرية كقاعدة يساوي 1، إذن 1 في A على B يساوي A على B. واضح؟ إذن هاي بالنسبة لهذه الخصائص. طبعا هاي القوانين بدنا نحفظها ونطبق عليها. الآن خلونا ندرس هاي الاقترانات ونشوف كيف نحلها. طبعا المثال الأول، بس أعتذر، هون المثال الثاني داخل في الأول، فهذا المثال الثاني لتحت. بدو المثال الأول ندرس أين where is the function f x is continuous، بحالة إنه f x هو عبارة عن ln tan inverse لل x على x تربيع ناقص 9. طبعا هذا الاقتران هو أول شيء رح أشوفه في هذا الاقتران بما أن أدرس continuous. حكينا إنه أي اقتران f x هو متصل على إيش؟ على دومينه، صح؟ إذن كل اللي علي أعمله إني أدرس دومين هذا الاقتران. أول ملاحظة ألاحظها لما أدرس دومين هذا الاقتران إنه عندي مقام، صح؟ إذن إيش رح أعمل؟ رح أستثني أصفار المقام، يعني x تربيع ناقص 9 لا تساوي إيش؟ الصفر. إذن متى هذا الاقتران رح يساوي صفر؟ عندما x تساوي إيش؟ ناقص 3 أو زائد 3، فنستثنيها. إذن هذا إيش؟ المقام، استثنينا أصفار المقام. 2 عندي لين، صح؟ نعرف بالنسبة للين، ما داخل اللين بهذه الحالة هو tan inverse للx، لازم يبقى أكبر من الصفر بسبب إيش؟ اللين، قاعدة اللين، صح؟ وهي قاعدة المقام. طبعاً تاني الانفرس إذا تتذكروا رسمته بهذا الشكل، محدود من هنا بباي على 2 ومن هنا بناقص باي على 2. متى تاني الانفرس للإكس أكبر من الصفر؟ من صفر مفتوحة للما لا نهاية، إذن x أكبر من الصفر. ثالث شيء راح يكون الدومين هو دومين اللين أو دومين المقام، تقاطع دومين البسط. الآن إحنا عندنا تان الانفرس ما عليه أي شروط، ما عليه أي محاذير، إذن بما إنه هاي هي الشروط 2، إذن الآن أقدر أحكي إنه دومين الأف رح يكون هو عبارة عن كل قيم R اللي تحقق هاي الشرطين، صح؟ يعني R بدها تكون X أكبر من الصفر، إذن من صفر للما لا نهاية ما عدا إيش؟ سالب وموجب 3. بس إيش القيمة اللي أنا أخاف في إنها تظهر معي هون؟ من صفر للما لا نهاية للثلاث، إذن ما عدا الثلاث. أو ممكن نكتبها صفر لثلاث اتحاد ثلاث للما لا نهاية مفتوح عند الثلاث. إذن واضح كيف درسنا هون؟ زي ما حكينا الدومين مسألة جدا بسيطة، كل اللي عليك تعرفه إنك تنتبه للشروط أو للمحاذير الثلاث: مقام، لين، وجذر زوجي. نفس الشيء عندنا هون يحكي لي where is the function f x is continuous، نفس الخطوات رح نعمل، وبهذه الحالة رح توصلوا انتو انه فترة الاتصال هي نفسها دومين الاف واللي هو عبارة عن رح يكون من صفر للما لا نهاية ما عدا زائد وناقص الاثنين، وفي هاي الحالة بما انه صفر نقدر نستثني الناقص، يعني خلاص الناقص مش راح يكون موجود معنا. واضح؟ السؤال الأخير عندنا
يعني هون خلاص بس حالة الموجب. آخر سؤال: find a non-zero value of the constant k that make the function إيش continuous at x تساوي الصفر. طبعا أول شيء بدي أعرفه إنه هذا الاقتران، طبعا هنا في صفر سقط سهوا، عشان الاقتران هذا يكون متصل لازم النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار وتساوي الصورة، صح؟ يعني الليمت لأف الإكس عندما إكس تؤول إلى الصفر من اليسار تساوي النهاية لما أف الإكس إكس تؤول إلى الصفر من اليمين وتساوي أف الصفر. الآن من جهة اليسار الاقتران المعرف، من جهة يسار الإكس الاقتران المعرف هو تان كي kx على x وx تؤول إلى الصفر من جهة اليسار، ومن جهة اليمين عند الصفر الاقتران المعرف عندي 3x زائد 2k تربيع، آسف k تربيع مش الثلاثة x فقط، وصورة الـ x تساوي صفر هي عند هذا الاقتران اللي هو 3x يعني زائد 2k تربيع. والآن نعرف إحنا قيمة هذه النهاية، هذه النهاية راح تكون قيمتها k حسب العلاقة اللي أخذناها قبل شوي. هنا النهاية هاي بالتعويض المباشر راح يكون 3 في 0 0 زائد 2 كي تربيع، وهاي راح تعطينا نفس الشيء 2 كي تربيع. إذا عندي ثلاث مقادير يكفي إني أحل هذا المقدارين لأنه يعني نفس الشيء هذول الثنتين، فراح يصير عندنا نقسم على كي الطرفين فيصير عندنا 1 يساوي 2 الكي، إذا نص هي الكي. إذا إيش مقدار كي اللي يخلي عندي هذا المقدار زوجي متصل، آسف، كي تساوي النص. الآن نتذكر إحنا المحاضرة الماضية حكينا عن الـ composition of functions، صح؟ وحكينا إنه الليمت لاقتران F بعد جي للإكس عندما إكس تؤول إلى الأ ممكن إنه يساوي أف لا الليمت لجي للإكس عندما إكس تؤول إلى أ، هذا بشرط إنه النهاية لجي للإكس عندما x تؤول إلى الـ a كمقدار عددي ينتمي لمين؟ لدومين الـ f. يعني في حالة الـ composition of function أدرس النهاية للاقتران الداخلي عند النقطة، إذا كانت هذه النهاية ضمن الدومين للاقتران الأصلي شو رح أعمل؟ خلاص أقدر أعمل f لليمت هذا الاقتران الداخلي. خلينا نشوف المثال، الأمثلة اللي موجودة عندنا ونحل عليها أسئلة، لأنه إحنا عندنا مجموعتين أمثلة، فأنا قلت خليني أذكركم في هذه القاعدة قبل ما نبدأ في الحل. طبعا هنا هي تعويض مباشر على القوانين اللي أخذناها، الليمت 2 هذا مقدار ثابت ممكن يطلع خارج الليمت، فصف عندي الليمت لساين 2 إكس على إكس، وحسب القاعدة راح يصفي عندنا هاي 4. الآن لما يصير عندي ساين 3x على تان 3x، مشان أطبق القاعدة الموجودة عندي راح أقسم البسط والمقام على x، فبما أني أجريت نفس العملية في البسط والمقام أنا حافظت على طبيعة الاقتران، فيصير عندي ساين
3 إكس على إكس، وهون يصير عندي تان 6 إكس على إكس. طبعاً إحنا نعرف إنه النهاية تتوزع على القسمة بشرط إنه النهاية في المقام لا تساوي الصفر، فيصفي عندي 3 على 6 ويساوي النص. المثال اللي بعده عندنا الليمت. طبعاً إحنا نعرف إنه الليمت تتوزع على عمليات الجمع والطرح، والمقام المشترك أيضاً يتقسم عليهم، فهاي رح تصير كأني أدرس النهاية ل 5 إكس على إكس، إكس تقول إلى الصفر، ناقص الليمت لساين 5 إكس على إكس، إكس تقول إلى الصفر، ناقص النهاية لاثنين إكس تكعيب على إكس. الآن هاي إذا إجينا نحسبها، عندي الإكس مع الإكس راح تروح، فيصفي عندي إيش هنا؟ 5، نهاية لا ليمت لا 5 5، ناقص حسب القاعدة ساين 5 إكس على إكس، إكس تقول إلى صفر راح يساوي 5، ناقص هنا راح نختصر، فيصفي عندي إكس تربيع، نعوض الصفر فراح يكون صفر، إذا 5 ناقص صفر ناقص صفر ويساوي الصفر. نفس الشيء راح أعمل لهذا المثال، راح أوزع الإكس تربيع على الأطراف، وأخذ الليمت لا تان 3 إكس تربيع على إكس تربيع، زائد ليمت ساين تربيع 5 إكس على إكس تربيع. اللي بدي أنبه عليه هنا إنه في هذه الحالة التربيع موجود عند مين؟ التربيع موجود على الزاوية، واضح؟ التربيع موجود عند مين؟ على الزاوية. ففي هاي الحالة، بس مشان أوضحها مشان في الامتحان أيضا تنتبهوا لهاي الملاحظة، أنا عندي تان 3 إكس تربيع على إكس تربيع، زائد الليمت لإكس لساين أظن 5، إكس تربيع إكس تربيع خلاص هاي زاوية، فرح أطبق القاعدة، فهاي رح تكون 3 زائد 5 ويساوي 8، هاي حسب القاعدة. لكن لاحظوا لو كانت كتبت بالطريقة الثانية، لو كان عندي التان هو التربيع، يعني كان عندي الليمت لإكس تقول إلى صفر تان تربيع لثلاثة إكس على إكس تربيع، زائد الليمت لإكس تقول إلى صفر ساين تربيع لخمسة إكس على إكس تربيع. في هاي الحالة أنا رح أعمل إني أخذ التربيع عامل مشترك للطرفين أو أس مشترك للطرفين، فهاي رح تصير تان 3 إكس على إكس الكل تربيع، وهون رح أعمل نفس الشيء، يصير عندي ساين 5 إكس على إكس الكل تربيع. طبعا احنا اخذنا المحاضره اللي فاتت انه الليمت يفوت داخل التربيع، فيصير ليمت لتان 3 اكس على اكس اللي هي 3 تربيع، فصير 9 زائد 25 ويساوي 34، واضح؟ بس مشان نميز بطريقه الكتابه، اذا كان التربيع للتان رح يجي قبل ال 3 اكس او قبل الزاوية. خلينا نشوف كمان النهايات التالية. الآن عندي الليمت لإكس تقول إلى ما لا نهاية لساين باي إكس على 2 ناقص 3 إكس، هاي طبعاً composition of two function اللي هي ساين والمقدار اللي عندنا.
طبعا احنا نقدر نطبق القاعدة هاي. فشو رح نحكي؟ رح احكي اول شيء، خليني اشوف النهاية، لما x تقول الى ما لا نهاية الموجب ل باي على x على 2 ناقص 3 x. حكينا في هذه الحالة نبحث عن أعلى أس في البسط والمقام ونقسم عليه. أعلى أس للإكس في البسط والمقام اللي هو الإكس، فهاي رح نقسمها على إكس، وهاي كل حد فيهم رح نقسمه على إكس. فتصفي عندي إيش هون؟ باي، يصير عندي الليمت يصير عندي الليمت صارت هاي عبارة عن الليمت لا باي على 2 على إكس ناقص 3 لما إكس تقول إلى ما لا نهاية الموجب. بالتعويض هاي رح تكون ناقص باي على 3. الآن ناقص باي على 3 هل ينتمي للساين؟ طبعا ينتمي للساين، أساسا الساين هو اقتران متصل دائما. إذا هاي رح تساوي، إذا الليمت هاي والنهاية هاي رح تساوي عنا ساين ناقص الباي على 3، واللي هي تساوي عنا ناقص جذر 3 على 2. واضح؟ الآن بالنسبة للكوساين، أنا بعرف إنه الكوساين continuous everywhere لأنه دومينو R والساين نفس الشيء، فأقدر أنا مباشر خلاص من دون ما أشيك على الليمت اللي جوا بعرف إنه أحكي هاي إذا كوساين، لا لأنه كوساين continuous everywhere لا 2 tan inverse للإكس. وإحنا نتذكر قبل شوي رسمنا رسمة التان، التان هذا هيك شكله ويحدوا من الأعلى باي على 2، فكلما زادت قيمة الإكس للما لا نهاية مش رح يقطع هذا الخط، إذا هذا horizontal asymptote. إذا الليمت لإكس أقول للما لا نهاية لتاني الإنفرس هي باي على 2، واثنين عامل مشترك نقدر نطلعه برا الليمت، فيصير عنا 2 في باي على 2 وتساوي الاثنين مع اثنين راح تروح، صفي عندنا كوساين الباي واللي هي الصفر، للأسف واحد. واضح؟ طيب نيجي على المثال اللي بعده، عندي كوساين باي على اكس لاكس ناقص الاثنين كم تساوي؟ بالتعويض المباشر هاي رح تعطيني صفر على صفر، صح؟ كوساين الباي على 2 هي صفر على 2 ناقص 2 صفر. رح نغير شكل الاقتران بالاعتماد على مين؟ على المتطابقات المثلثية. أنا بعرف إنه كوساين باي على إكس هو عبارة عن مين؟ هو عبارة عن ساين باي على 2 ناقص باي على إكس على إكس ناقص الاثنين. واضح؟ ممتاز. الآن ما زلنا نفس المشكلة، شو بدي أعمل؟ بدي أغير في شكل المقام، طيب بحيث إنه إيش يعطيني قيمة قريبة من هذا الاقتران من هاي اللي جوا هنا، فراح أضرب هاي المعادلة كاملة، يعني أنا بدي إياها تصير هاي باي على 2 باي على إكس، فراح أضرب هذا المقدار بإيش؟ باي على 2x. واضح؟ إذا هون رح نعمل نفس الشيء وأضرب هاي لأنه ما بقدر أغير بالبسط وأترك المقام، فيصير عنا
الليمت لا باي على 2x في ساين باي على 2 ناقص باي على x على لما نضرب هذا المقدار هون شو راح يصير عندي؟ باي على 2x في x راح يعطيني باي على 2 ناقص باي على 2x ناقص 2x في 2 آسف راح يعطيني باي على x وهاي x تؤول إلى الاثنين. زي ما نحكي هذا ليميت لضرب اقترانين فراح يكون الليميت للأول في ليميت الثاني وإحنا عندنا هاي لما نأخذ الليميت إلها عندما x تؤول إلى الاثنين راح نعوض تعويض مباشر فراح تكون هاي إيش نهايتها؟ باي على 4 وهون حسب القاعدة رح يكون 0 على 0 ساين 0 على 0 فحسب القاعدة هاي شو رح تعطيني؟ 1 إذن وتساوي باي على 4 واضح؟ آخر مثال اللي هو الليميت لباي ناقص الإكس على ساين الإكس إكس تؤول إلى الباي. الآن إذا عوضنا تعويض مباشر راح تكون ساين الباي على باي ناقص الإكس واللي هي إيش راح تكون؟ صفر على صفر صح؟ الآن بس منشان نوضح لكم كصيغة إحنا ساين الإكس بالمتطابقات المثلثية هو عبارة عن إيش؟ نفسها هي ساين باي ناقص الإكس وإذا عوضنا الباي هو رح نحصل على صفر على صفر صح؟ إذا حسب القاعدة هاي النهاية شو رح تساوي؟ واحد طبعا إحنا القاعدة كانت ليميت ساين إكس على x x تؤول إلى الصفر لو أخذنا المقلوب إلها واحد على ساين x على x صح؟ وإحنا نعرف إنه مقلوب الاقتران النهاية تكون موجودة بشرط إنه النهاية ما رح تساوي صفر فهاي رح تساوي إيش؟ ليميت x على ساين ال x عندما x تؤول إلى الصفر وهاي إذن رح تساوي كمان الواحد واضح؟ هيك احنا نكون انهينا محاضرتنا وانهينا الجزء او الفصل الاول. ان شاء الله المحاضرة القادمة رح نبدأ بالفصل الثاني وان شاء الله زي ما شفنا المادة سهلة ومحاضرة خفيفة لطيفة ونقدر نطبق عليها. اتمنى انكم تراجعوا المادة وتحلوا عليها امثلة من الكتاب واذا كان عندكم اي اسئلة تقدروا تتواصلوا معي على الموديل او الماسنجر زي ما حكينا سابقا. الله يعطيكم العافية ونشوفكم في المحاضرة القادمة.